السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة مجانية اسمها ريسيف موديل، هي بتشوف لك الباكاب وبتشوف لك السيف اللي اتعمل، وتقدر تعمل ريبليس للسنترال مع اللوكال وهكذا. فليه شوية امكانيات حلوة تنقذ الملف بتاعك. يعني على سبيل المثال انت بتفتح الملف اهوت، تختار الفولدر، فبيقول لك دي تم تسييفها، دي ما تمش تسييفها، دي في مشاكل، ما تمتش على نجاح. فتقدر تقول له طب انا عايز النسخه مثلا ديت، دي تعمل لها مثلا سيف از على اللي موجوده حاليا. ولو لقيت مثلا جهاز بيحصل فيه مشاكل كتيره، تقدر ان انت تشوف سنترال جديد وهكذا. هو بيحل لك المشاكل الخاصة لما يكون في مشاكل في السيف. تعال نشوف الصورة اهيت، بيقول لك بقى ان دي مثلا ما تمش التسييف، ده تم التسييف، ده فتح، كان فتح سنترال، كان فتح لوكال، كل الحاجات ديت. او انت عايز تسميه تعمله سنترال ولا ترانسميت، وعايز كم اركايف، وعايز تبدل الاسم من حرف معين لحرف تاني، او اسم الاسم تاني وهكذا.